قضية اللي بشأنها يعني عقدنا هذه الندوة الصحفية كحزب الشراكي الموحد لا تتعلق فقط بمنع النائبة نبيلة منيب من ولوج البرلمان، ولكن كتعلق بقضية اللي هي اكبر تهم كل المغاربة. احنا ملتزمين وهذا هو مشروعنا بان ندافع عن الحريات والحقوق والحق في الكرامة وفي العيش الكريم بالنسبة للمغاربة كاملين. اليوم اللي خصنا نعرفوا اولا انه هذه الحالة ديال الطوارئ التي تم اعتمادها في مارس 2020 تكاد تتحول الى حالة استثناء بفرض هذا الجواز ديال التلقيح الجائر الذي من خلاله فرضوا علينا بطاقة وطنية جديدة في ضرب صارخ للدستور وللقوانين، وهذا الشيء لا يمكن أن نقبل به. راه يا إما سنكون أو لا نكون، راه المسألة ليست بالبساطة. إذا أول شيء يجب التفاف كل قوى ديال البلاد باش يمكن لنا أولا أن نسقط هذا الجواز الجائر الذي يضرب عرض الحائط الدستور ويضرب عرض الحائط كل قوانين بما فيها القوانين التي يعني صادق عليها المغرب، واللي اليوم احنا كنقولوا بانه بلادنا ما يمكنش تمشي في هذه الرده الحقوقيه اللي بدات من شحال هذه، ولكن اليوم راهم توجدوا لنا الضربه القاضيه. يجب ان ننتبه بالفعل. حكومه جديده وجات بانتخابات مزوره وحطوا لنا البرنامج والتصريح وعشرات الالتزامات وخمسه المبادئ والقانون المالي، هذا الشيء كله كيولي ثانوي امام ضرب الحريات ومنع الطلبه من ولوج المدرجات ومنع المرضى من الدخول الى المستشفيات لامراض اخرى ومنع الناس اللي عندهم حساسيه باش يتحركوا ومنع المغاربه من الجوال ومن التنقل ومنع الاقتصاد والرجوع بنا الى سنوات يمكن ما نقدروش تنقارنوها بسنوات الجمر الرصاص لانها ستكون اخطر. انا كنت قلتها يعني في البرلمان في المداخله الوحيده اللي عندي حتى دابا وانتم تعرفوا 24 سنه وانا تنترشح. ملي وصلت للبرلمان كلمه وحيده وقلت فيها باننا اليوم نحن مقبلون على العالم ديال لا سيبر سوفرينتي، يعني التحكم في المعطيات، وهذا الشيء اللي تقوده امريكا ودول في اسيا الغربيه. وعلاش اليوم الحرب على تايوان؟ لان فيها مهندسين وكيسمعوا، والصين باغي تسيطر وامريكا باغي تسيطر في اطار الصراع الجيوستراتيجي، وحنا كدول كيديروا فينا تجارب كيطلقوا. واليوم خصكم تنتبهوا لواحد المساله، انه هذا القانون ديال الطوارئ الجائر والمتغول واللي في الماده ديالو الثالثه كيسمح للحكومه انها تاخذ واحد العدد ديال المبادرات باش ترجموا. من ضمن هذه المبادرات هذه البلاغات، تخيلوا معايا البلاغ ما خرجش ما صدرش ما موقعش ما شفناش، خرجت خصوصا في نمط. اليوم تنشوف وتيصيفطوا لي اصدقاء ديالي خدامين في الابراج، خدامين في واحد العدد المؤسسات كيعطيوهم ورقه ما فيها حتى شي اونتيت، فيها لو باس فاكسينال جواز تلقيح، وكيقول لهم خصكم تلقحوا بسرعه وكذا كذا ولا غادي تقبلوا شي زبائن خصكم يكونوا عندهم لو باس، وما وقعاش. يعني محو اثار الجريمه، راه خصكم تنتبهوا. انا بالنسبه لي الوضع ديالي كامينه عامه ماشي هو علاش عيدنا لكم، حنا راه فران وقد محومه على تواضعنا، ولكن على سمو وقوه مشروعنا ومبادئنا اللي حنا ملتزمين ندافعوا عليها الشعب المغربي. حنا ملتزمين كنهضروا في الشارع وكنهضروا في داخل مؤسساتنا مباشره، حتى تحقنا اننا نديروا قراءتنا ديال القانون المالي، حنا غنديروها فيديو وغنشروها للعالم باسره ماشي غير للبرلمان. ماشي هذا هو المشكل، المشكل هو انه هذا جواز التلقيح وتيجربونا، لانه بسياسه الخوف والتخويف والارهاب والترهيب ديال هذا الشعب، انهم اليوم راه جدرميه في العربيه كيدوزوا عند الناس كيقولوا خصهم تلقحوا، راه في الاحياء الشعبيه كيدوزوا عند الناس كيقولوا، يعني والتلقيح هو اختياري، راه هذه الاختياريه ديال التلقيح يضمنها القانون الدولي، وكيطلب فيها الشرط الاساسي هو القبول المتنور، لو كونسونتمون فولونتير اكليري. اعطيني بعدا المعلومات اللي احنا ما عندناش، وانا الا بغيت نتلقح هذا حقي، ما بغيتش نتلقح هذا حقي، بدون ضغط، هذا راه مكتوب، بدون اي ضغط من اي جهه كانت. اذا اليوم كيبان لنا بانه بهذا القانون اللي صدروا انطلاقا من القانون ديال الطوارئ الذي اصبح قانون ديال قانون ديال حالات استثناء ويمكن ان يستمر. حذاري عندكم حسابكم، ها اليوم الجواز وغدا غادي يحيدوا الجواز، الا قبلتوا به غادي يبقى،
ولهذا المغاربة خصهم يعرفوا ما لهم وما عليهم وخصوصا ما ينتظرهم. وهنا بغيت يعني نحيي المغاربة الأمهات والآباء والأسر، هيئة المحامون، هيئة ديال الأطباء والممرضين، الناس اللي خدامين في النقل، الناس اللي خدامين في, 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 في كل المجالات، كلهم كيحتجوا بشكل سلمي وهبطوا كيعبروا، ولكن الدولة راكم شفتوا المقاربة اللي اعتمدتها منذ سنين حتى هي كتجربها فينا اليوم وما خداتش العبرة، لأنه الدول حتى هي اللي باغية تعمل ما تريد وهذيك سيادتها وتعمل ما تريد أنها كتحترم الاحتجاج السلمي. إذا حنا اليوم أمام جواز تلقيح خطير يراد من ورائه ضرب ما تبقى من الحريات ومن الحقوق والفرض علينا الحظر ديال التجوال وديال التنقل وديال غادي يضرب حقوقنا كلها، غادي يضرب حقوقنا. اذا ما نطالب به نحن كمغاربه اليوم وكحزب اشتراكي وحنا كنديروا يدينا في يد كل هيئات الحقوقيه والمدنيه والمثقفين اللي ما خافوش وعبروا، لانه هذا الزمن ديال الخوف خصناش نخافوا، خصنا نعبروا، لانه اللي خص يحمي ظهرنا هو الدستور، هي القوانين ديال البلاد والقوانين الدوليه اللي وقعنا عليها. راه لاكور اوروبيان راه اسقطت العمل باجباريه التلقيح، لانه ولكي يدخل هادشي، ان اكبر لوبي اليوم ضاغط هو اللوبي ديال بيك فارما اللي كيصنعوا الادويه واللقاحات. وبالمناسبه اللقاح ليس دواء، اليوم كاين ادويه مهمه جدا ليفيرماكتين وغيرها، وشفتوا اش داروا على الهيدروكسيكلوروكين اللي هي كانت يمكن الانسان في البدايه ديال الاصابه ديالو يتعالج بها وحبسوها. يعني هاد الناس كيربحوا اموال طائله وكاين فساد كبير، يفسدون حتى السياسيين باش يمكن لهم يطبقوا هذاك الشيء ديالهم. وانتم اليوم كتشوفوا، وانا كنقول السلطه ديالكم اليوم غادي تزداد. علاش؟ مع هاد وسائل التواصل الى منعوا 100 ديال الناس باش يتظاهروا، راه 100,000 كتبع هذا التظاهر، و100,000 كتقول انا مع، وانا خائف على مستقبل بلادي، وانا خائف على مستقبل اسرتي، وانا خائف على مستقبل اولادي. راه ما يمكنش هاد الشيء يطبقوا فينا هاد الجواز بحال غادي يبصمونا بحال البهايم، يديرونا واحد التيكيتا في الودن ديالنا. اذا هاد الجواز ديال التلقيح حنا اليوم بغينا ننبهوكم من الخطوره ديالو، بان هاد الناس يعني استغلوا قانون الطوارئ بسلطويه كبيره وبضرب القوانين باش يفرضوا علينا واحد البطاقه وطنيه جديده. نرفضوها، نرفضوها، حنا نكتفي بالبطاقه الوطنيه اللي عندنا بركه، وبغينا الحريه نتبعوا الوسائل ديال التباعد والاحتياز بالفعل حتى يبان يعني الخيط الابيض من الاسود ونعرفوا فين غادي هذه الامور. لان اليوم العلم اللي هو مبني على التشكيك، علماء كبار في العالم كيتسالوا، حنا خصنا نشوفوا اش كيتقال، واش هاد الناس ملي كيعطيو المشغل ديالك الحق باش يدفعك تلقح بزز منك الا ما كنتيش راضي ولا يفصلك، هاد الناس بغاو يجهوا النصف ديال الشعب ضد النصف الاخر. راه ما يمكنش هاد القانون هذا ديال الاستبداء. علاش؟ واش حنايا في حرب؟ بالفعل كاين بعض القادة في العالم اعلنوا على اننا في حرب، حنا في حرب اليوم ضد ضرب حقوقنا وحرياتنا وما غاديش نتسامحوا فيها. ما خصكمش انتم كصحافة، حنا تنوكلكم هاد الامانة، كنوكلكم هاد الامانة بصدق، واغلبكم شباب يلا عندو الحق فاش يعيش وانت هو يبني اسرة باش تنوروا الرأي العام وما نبقاوش داخلين في اللخبطة ونتكلموا على الثانوي واللي ما عنده قيمه. اليوم امام ما هو اهم، كل شيء خصكم تكلموا على الجواز ديال التلقيح وخصو يتحيد لانه ضرب صريح في الحريات، وما بعده نتكلموا في القانون المالي ونتكلموا واش غايديروا هاد الناس ونتكلموا في ذاك الوعود المعسوله اللي عطوها لينا واللي بداوا بالضرب ديال القدره الشرائيه وطلعوا يعني الوقود وطلعوا هاد الشيء. وحنا كنطالبوا بالتسقيف ديال الثمن ديال الوقود، لان على من جراه غادي يطلع كل شيء وكل الاقتصاد غادي يزيد يتضرر. هاد الناس اللي 10 ايام دوزوا لنا فيها جواز التلقيح، كيفاش هاد الناس هادو؟ شكون كيفاش هاد الشيء جرى؟ علاش سكتنا على الفساد اللي كان في الانتخابات؟ علاش سكتنا على ما اشرنا اليه في القبه ديال البرلمان؟ تسطيح ديال السياسه، يبقى الراي الوحيد الذي يطبق فينا ليس معنا ولا باشراكنا ولا برعايه مصالح هذا الشعب وهذه البلاد حتى هي. راه المسألة مرتبطة بالمصلحة ديال البلاد مستقبلا، مرتبطة بالمصلحة ديال العباد اللي غادي نوليو يعني في زمن العبودية المتجدد البائس الخطير. أنا كنقولها بكل مسؤولية، ولهذا حنا نطالب إلى جانب كل الشرفاء سواء كانوا منظمين في هيئات أو جمعيات أو هذا بإلغاء العمل بجواز التلقيح لأنه فيه تجاوز.